بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. باسم قرية نشا نبرو الدقهلية ويوم وليلة تكريم ورد الجميل لصاحب اليد ناصعة البياض الاعلامي والشاعر ورجل الخدمات العامة الاستاذ طارق شوقي المساوي طيب الله صراه. اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام، نبقى مع مسك الختام كما شرفنا باصحاب الشبكات العنكبوتية واليوتيوب المهندس حمادة فيصل وكذلك المهندس احمد الجعبري وكذلك المهندس محمد مفيد. نبقى اخوتنا اخوة الايمان والاسلام مع مسك ختام هذه الليلة البراء من قرية نشا نبرو بمحافظة الدقهلية مع فضيلة العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز ومدينة مني القمح بمحافظة الشرقية، فليتفضل وندعو له بالقبول ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع بعد ان نصلي على سيد الانام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ومن يفعل ذلك فأولئك
ولن يؤخر الله نفسا
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالاً لبداً. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وعقبة أم إبراهيم
صغابتي يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متروبة ثم تاب من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الرحمن الرحيم
إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم صراط